السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ليلى للطبخ الأصيل. في الفيديو ديال اليوم هنشوفوا إن شاء الله مع بعضياتنا طريقة كيف تحضير اللوبيا البيضاء. خليكم معنا نشوفوا الطريقة والمقادير. إذا لتحضير هذا الطبق غنحتاجو، عندي هنايا اللوبيا اللي رانا نقيتها غسلتها فزكتها ليله كامله باش تنفخات شويه هكا. عندي كميه من ربع، جوج مطيشات محكوكين، زيت البلديه، عندي هنايا الحامض مصير، مطيشات الحك ولا معجون الطماطم، عندي الثومه وورقه سيدنا موسى اللي ما غنضيفها حتى الاخر ان شاء الله. وبالنسبه للعطريه عندي هنايا الخرقوم، التحميره، الكمون والبزار. انا ما كنستعملش فيها سكينجبير. بالنسبه للطريقه، في الكوكوت غادي ناخذ اللوبيا ديالي، غنضيف عليها مطيشة، غنضيف عليها ربيع، غنضيف مصير، معجون الطماطم، ثومة، ثم العطرية. خرقوم، تحميرة، كمون والبزار. ورقة سيدنا موسى غنخليوها حتى طيب اللوبيا عادة باش نديروها فيها، وغنضيفو الزيت. غنحرك هادي المقادير كلهم، غنخليوها واحد جوج دقايق فوق البوطة حتى تشحر شي شويه وتطلق العطريه في بعضياتها. ثم من بعد غادي نضيفوا الماء، القياس اللي غيطيب لينا اللوبيا. الماء تقريبا يكون هكا مغطيها شي شويه، وغادي يكون الماء سخون، الماء طيب. هانتوما غتشوفوا معايا. وهنايا من بعد ما تشحرت لينا اللوبيا ديالنا كما كتشوفوا هانتوما، راه مطيشه بدات راه طلقات مع العطريه مزيان. هنا غادي نضيف الماء اللي هو سخون كيف ما قلت لكم، غنضيف الماء الكافي وغنسد عليها في الكوكوت. هي اللوبيا ضروري خاصنا نسدو عليها في الكوكوت لحقاش كتاخذ الوقت شي شويه في الطياب. هانتوما شفتوا كميه الماء اللي غطيها ليا، غنسد عليها في الكوكوت وغنخليها حتى طيب. وفي الاخير غادي نضيف ليها هذيك الورقه حتى طيب، وغنضيف لها الورقه ديال سيدنا موسى، ونتلاقى ان شاء الله مع طبق التقديم. وهذا كيكون هو الطبق ديال اليوم، طبق اللوبيا البيضاء. من بعد ما طابت ليا اللوبيا انا زدت هنايا ورقه سيدنا موسى في الاخر طبخات شي شويه. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. نتمنى ايضا انكم تجربوا الوصفه وتعجبكم. خليوا لي التعاليق ديالكم اكيد، ودعموني باللايك ديالكم الى عجبتكم الوصفه والى جربتوها ونجحت معكم. بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه، نتمنى انكم تشاركوا فيها وتدعموني بلي لايك ديالكم. تنشكركم على حسن المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.